وينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل تمكين. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. كيف تصف أهمية الحصول على تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم 4؟ بداية مسي عليكم وعلى المتابعين، ونشكركم على جهودكم المستمرة. وبالتأكيد احنا سعيدين وفخورين بحصول تمكين على درعين من تصنيف الفئة الذهبية لمركز خدمة العملاء في مجمع السيف ومبنى غرفة البحرين. واللي يزيدنا فخر ان هذا الانجاز يتجدد للسنة الرابعة على التوالي من مركز خدمة العملاء في مجمع السيف، وهو اليوم المركز الوحيد في جميع مراكز الجهات الحكومية اللي حصلت على هذا التصنيف من اطلاق هذه المبادرة حتى اليوم. وهذه الذهبية الثانية لمركز تمكين في مبنى غرفة التجارة، واللي سبق وحصل على تصنيف الفئة الفضية من قبل. نعم. وهذه تماشى أهمية المبادرة بحد ذاتها، اللي تعتبر مبادرة رائدة جاءت في توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لارتقاء بجودة الخدمات الحكومية طبعا. نعم، ما هي خططكم في تطوير الخدمات التي يقدمها صندوق العمل تمكين؟ طبعا احنا نعتبر كل انجاز نقطه انطلاقه نحو المزيد من التطوير والارتقاء لمستوى اعلى من التميز، وراح نواصل ان شاء الله جهودنا في تقديم تجربه عميل متميزه عبر تنويع قنوات الخدمه وتبني احدث الحلول الرقميه والتكنولوجيه. والحمد لله قد قطعنا شوط كبير في هذا المجال من خلال تفعيل منصه الفرع الافتراضي لضمان استمراريه تقديم الخدمات وإتاحة الفرصة للعملاء للتواصل بسهولة وفعالية مع استشاري خدمة العملاء عن طريق تقنية الاتصال المرئي. نعم، سعادة السيد عصام حماد، المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.